نحن الآن بالغوطة الشرقية بقسم الحواضن والأطفال. الحقيقة نحن عم نعاني من كثير من حالات النقص الشديد بالتجهيزات والمعدات. في عنا نقص بالمحروقات شديد كثير. نحن حاليا عم نستعمل الحاضنات بدون طاقة كهربائية، عم نستعملها مع حرارة عالية جدا بهالجو هذا. الحقيقة الظروف ما هي ظروف صحية، ما هي ظروف طبية. عنا نقص شديد بالأدوية، نقص بالصادات، نقص بالأدوية الضرورية للأطفال، أدوية الكلس، الدوبامين، أدوية ضرورية للأطفال. في عنا نقص شديد بالسيرومات، في عنا نقص شديد بقطع التبديل والصيانة للحاضنات، لأجهزة الأكسجين، مولدات الأكسجين، لأجهزة المونيترات. الحقيقة الظروف اللي عم نشتغل فيها هي ظروف سيئة. في عنا بالقسم الأطفال أيضا حالات نقص شديد بالسيرومات، نقص شديد بالأدوية والأدوية الخاصة بسوء التغذية. الحقيقة في عنا هلا انتشار شديد لحالات سوء التغذية الشديد والشديد والحاد، وفي عنا حالات سوء تغذية بعوز مغذيات الدقيقة. طبعا حالة الحصار الشديد الذي نعيشه الآن في الغوطة الشرقية أثر تأثيرا سلبيا شديدا على الأطفال، فأدى إلى زيادة نسبة الوفيات. هذه الحالات لا يمكن أن نتجاوزها إلا إذا رفع الحصار وتم تأمين جميع المستلزمات الغذائية والطبية للأطفال.